نعم، فهنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، شرب لبنا، بعد شرب اللبن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بعد شرب اللبن فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. ما هو ما أدراك أنه مضمضة؟ قبل ذلك بهذا المضمضة بماذا تمضمض؟ بماذا تمضمض عليه الصلاة والسلام؟ هل تمضمض باللبن؟ لا، تمضمض باللبن. ما أدراك أن اللبن فيه دخل. تفضل. نعم، اذا عند مسلم في صحيحه رقم 358 باب 95 قال ثم دعا بماء، فاتضح ان في العباره اختصار، ان في العباره اختصار من بعض الرواه، فشرب لبنا ثم دعا بماء كما في مسلم فمضمض. إذا المضمضة اتضح أنها كانت بالماء وليست باللبن. وقال إن له دسما. لما قال إن له دسما؟ لما قال؟ نعم، هذا من باب بيان السبب وبيان التعليل لسبب المضمضة. ما معنى الدسم؟ ما معنى الدسم من كلام أهل العلم؟ قال أبو يحيى زكريا الأنصاري: والدسم ما يظهر على اللبن من الدهن، والدسم ما يظهر على اللبن من الدهن. إذن هذا اللبن لابد أن يظهر عليه شيئا من هذا الزبد أو الدهن، فمن يشرب منه فيحتاج أن يتمضمض، وهذا يظهر جليا في اللبن. ماذا في اللبن؟ ماذا في اللبن غير المغشوش؟ في اللبن غير المغشوش الذي لم يخلط لا بماء ولا بغيره، فعندها تظهر ويظهر الدسم. نعم. قال تابعه. ما معنى كلمة تابعه؟ ما معنى كلمة تابعه؟ تفضل. لا، ما معنى تابعه في الأخير؟ أي اشتراك التلاميذ في الرواية عن الشيخ. الهاء على ماذا تعود؟ تابعه، تابعه، تابعه. طيب، هنا حتى يتضح أكثر، تابعه يونس. يونس ما من هو يونس هذا؟ تفضل. يونس بن يزيد بن ابي النجار الايلي مولى ابي سفيان. نعم، هو يونس بن يزيد بن ابي النجار الايلي ابو يزيد مولى ال ابي سفيان. الا ان في روايته عن الزهري وهما قليلا لا يلتفت اليه. فاذا يونس كما اتضح سوف يروي عن من؟ عن الزهري. الزهري سبق قبل قليل، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه. فإذا من الذي تابع يونس ومن يونس تابعه؟ مباشرة طرح الآن الجواب نفسك. إذا الذي تابعه هو عقيل. تابع يونس، تابع من؟ عقيلا. الآن هذه المتابعة أين هي؟ هذه المتابعة أين هي؟ في الأخير في مسلم
نعم، هذه المتابعة رواها الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، رقم 58 و300 باب 95. قال: وصالح بن كيسان. صالح بن كيسان، من هذا صالح بن كيسان؟ تفضل. هو صالح بن كيسان المدني، ابو محمد او ابو الحارث. نعم، اذا صالح بن كيسان المدني ابو محمد او ابو الحارث، مؤدب اولاد عمر بن عبد العزيز، فقيه. فهذا هو حال الامراء، كانوا ياتون بالفقهاء ويرسلون اولادهم عند الفقهاء حتى يتعلموا منهم، فمن رزق دحبوحة من المال فليفرغ تلاميذا او طلبة علم ليدرسوا اولاده. ما فائدة المال ان لم يستخدم لطاعة الله؟ اما ان نفكر بجمع المال لذات المال من اجل السيارات والبيوت والطيارات وما شابه، فهذا ينطبق علينا قول الله: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فاذا هذا هو فعل السلف، فلنتبع حتى نكون على منهج السلف. اين هذه المتابعة من صالح بن كيسان؟ اين هذه المتابعة من صالح ابن كيسان؟ تفضل. اما متابعة صالح ابن كيسان فوصل الحافظ بالتدريب من مسند الشراح، قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يعقوب ابن ابراهيم وهو ابن سعد، حدثني ابي عن صالح هو ابن كيسان عن الزهري مثله، في التعليق في التدريب في الجزء الثاني من قبل الأبي. على كل حال، بداية عندما يحيل الحافظ الى السراج، بداية هل مسند السراج مطبوع؟ لا. هل مسند، تفضل تفضل. اخطاء. اذا هذا هو جواب المقلدين. اخواني في الله، طبع كتاب دليل مؤلفات الحديث النبوي في 5 مجلدات لمحمد خير رمضان، الجزء الاول عن دار ابن حزم في 2، والقسم الثاني في 3 مجلدات عن مكتبة الرشد في 5 مجلدات. فبالتالي هذا الكتاب يعينك حتى تنظر في الكتب ومن طبعها ومن حققها وما شابه، فهو كتاب نافع، وخصوصا ان محمد خير رمضان عنده اطلاع واسع في الكتب، فهو ينطبق عليه بوليغرافي. فاذا هذا فيما يتعلق بهذا. على كل حال، مسند السراج ما به؟ تفضل، ماذا عندك عن مسند السراج؟ فاذا بالنسبة الى مسند السراج اخواني في الله مطبوع، لكن طبع قطعة منه ولم يطبع كل الكتاب، فطبع باسم مسند السراج بتحقيق الاستاذ ارشاد الحق الاثري، نشره ادارة العلوم الاثرية فيصل اباد باكستان. اذا هذه القطعة من مسند السراج مطبوعة عين في الباكستان، ثم طبع باسم اخر باسم حديث السراج بتحقيق ابي عبد الله حسين عكاشة بن رمضان عن دار الفاروق الحديثة القاهرة في 4 مجلدات. وبين المحقق ان مسند السراج غير حديث السراج، وذكر اشياء غير مقنعة في التفريق بين الكتابين. على تفصيل لسنا بحاجة اليه، فالظاهر انه هو نفس الكتاب، وانما هو اختلاف نسخ واختلاف ترتيب
فمسند السراج المطبوع القطعة منه مرتبة على الأبواب وهي قطعة من الطهارة والصلاة. أما حديث السراج فهو غير مؤثر. وإننا إذا نظرنا إليه وجدنا أكثر الأحاديث كلها أو أكثرها في الصلاة وفي الطهارة. فلو كان انتقاء من مسند السراج الأصل أو كان من انتقاء من نفس السراج وكان كتابا آخر لوجدنا أحاديث الحج، وجدنا أحاديث الزكاة، وجدنا أحاديث الصيام، في الجهاد، في الجنائز، في البيوع. ولكننا نجد غالب الكتاب يلتقي مع مسند السراج. فإذا تبين بذلك على الغالب أنه هو هو، وإنما الذي وقع لحسين عكاشة هو عبارة عن نسخة أخرى فيها زيادات وما شابه. فبالتالي هذا ما أردت أن أتكلم عن السراج. فعند الرجوع إلى مسند السراج لم ماذا حصل؟ تفضل. موجود رواية عقيل ليس في رواية صالح الفيسان. نعم، عند الرجوع إلى مسند السراج وإلى حديث السراج وجدنا أن فقط هي من رواية قتيبة التي هي معنا. رواية قتيبة به أي نفس طريق الإمام البخاري. فبالتالي كما قال هنا أخونا يكون الروى من الزور هو عقيل. فدل على أن هذا المسند المطبوع ما به ناقص. فهي في الحديث الذي هو من طريق قتيبة من حديث السراج الجزء الثالث صفحة 82 و100 رقم 89 و300 و2000. لكن الحافظ ابن حجر كما ذكر أخونا بين أنه في مسند السراج ووقع له من طريقه، فكان هنا هو الإحالة إلى أين؟ إلى تغليق التعليق. إذن لا نحيل إلى تغليق التعليق إلا بعد العجز عن الوقوف عن الكتب المسندة. بهذا يكون البحث ويتقدم الطلبة ويكون عندهم نفس في التخريج والبحث ومعرفة الكتب. فبالتالي إخواني في الله هذا ما حدث معنا.